ما تفضل شيخنا الشعراوي. نعم. فرأيت قلبا نابضا بالمحبة لله عز وجل يغلفها خوف عجيب. وله الشيخ معي يعني إذا جاز التعبير يعني مش يعني كرامات عجيبة رأيتها أنا معي شخصيا يعني. طب نأخذ مثال مشان نتوسع. مثال هل نذكر كرامات للشيخ وأثبتا للأولياء الكرامة دفع قتال أهل السنة؟ لا يعني والله يعني رحمة الله عليه أمرني مرة أن نذهب لصلح زوجة على زوجها. فتعجبت الشيخ يعني يتحرك يصلح زوجة على زوجها تمام يبعت واحد من عياله الشيخ بنفسه رأيه الشيخ بنفسه. ولما اقتربنا من البيت وقفنا قال لي أنت ما سألتني مين هذه؟ قلت لا ما سألت. هذه بنت أبوها تاجر خمر وهو يريد أن يطلقها من زوجها لأن كل موظف يجيبه عنده في المحل يسرقه ودي الوحيدة اللي تحافظ على مال أبوها وهو زوج بنته طالع بيصلي. فأنا تنعثمت يعني مش عايز أدخل. فلها تنزل معايا قلت يا عم توقع على الله وأنا منتظرك في السيارة. راح مسكني من يده ونزلنا طبعا أنت عارف مع شيوخنا ما لا تدخل بدينا في مدخل الباب لكزاني في كذا الجدد النية. فأنا أقول في نفسي يا رب يا رب حسبة لك وإصلاح ذات البين وعشان حقوق الراجل ده علي ده في عشان الشيخ أقول له لا في نفسي قال مالكش دعوة بحقوق الشيخ. لا إله إلا الله. مش في برامج ما لا تعليق؟ نعم لا هذه بدون تعليق بدون تعليق.